يوسف تبغى تعلق على المباراة ولا ندخل في بعض النقاط اللي أنت مختارها ومختارينها بالتحديد؟ واحدة أهمها مصير التسلل، هل كانت مغامرة أم لعبة كانت متفق عليها ومحافظين عليها لسبب؟ أنا اليوم بكل صراحة نرفع القبعة على إيرفي رونار، حذر مباراة على مستوى عالي من ناحية تكتيكية، وكان أعرف درس المنتخب الأرجنتيني، أعرف كيفاش يتعامل معه خاصة من الناحية الدفاعية، عمل اختيار ونجح فيه. ليش اختيار؟ أعرف اللي خطر أنت عندك مدافعين سريعين، مدافعين سريعين، وكان توخى بلوك في نص الملعب، الضغط على حامل الكرة، ضيق المساحات، ما خلاش وخلى معناها طلع المدافعين طلعوا ولاو يدافعوا على 35 متر، لأن الأربع المدافعين السعوديين سريعين، ونجح في التوجه هذاك، خاطر لو ارتد الخط الخطوط الخلفية كان يعرف اللي هو يمكن يجازف تسديدات من ميسي، ووضعيات متاع واحد ضد واحد اللي الفريق الأرجنتيني قوي فيهم، خلالهم الكل ثنائيات سرعة، ثنائيات سرعة اللي الأربع مدافعين تعاملوا معهم بكل أريحية وكل ذكاء. بكل صراحة اليوم إيرفي رونار عمل معناها مباراة تكتيكية على مستوى عالي، واللاعبين عملوا مباراة في التركيز. ما قلقت في لحظة من اللحظات بأسلوب اللعب هذا بصراحة؟ ما قلقتش، لكن كنت متخوف، تعرف خاطر مصيدة التسلل تتلعب على جزئيات بسيطة، تنجم معناها لو تفقد واحد من اللاعبين يفقد التركيز في وقت معين أو شيء تقدر تكلف المنتخب غالي، لكن اليوم التركيز اللي لعبوا به المدافعين كان جد متميز. المدافع الحارس اليوم العويس عمل مباراة جد متميزة في معناها غلق المسارات التمرير، ولو أمن الظهر متاع المدافعين. كل صراحة اليوم أنا نرفع القبعة لإيرفي رونار واللاعبين اللي عملوا مباراة تكتيكية من أعلى طراز.